بعد أن تعرض قطاع السياحة الدينية الحيوي في العراق لأضرار كبيرة إثر موجة الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، يأتي فيروس كورونا ليقضي عليه تماماً، وأغلقت الفنادق في مدينة كربلاء أبوابها، وأصبحت الكمامات أكثر شيوعاً في الشارع من الثوب الأسود الطويل الذي ترتديه الزائرات، وباتت أعداد الزوار قليلة عند ضريح الإمام الحسين سبط النبي محمد، رغم زيارات المسؤولين الصحيين مرتين يوميا للموقع بهدف التعقيم. وفوق أنه صار مرض الكورونا، يعني بعد لا خليجي ولا إيراني طب الكربلاء، وشغلنا واقف احنا السبحة والتربة، يعني احنا شغلنا على الإيرانيين والخليجي واقف هسه، لا شغل ولا عمل. كل الدول أنه عكفت أنه تدز زوارها إلى زيارة المراقد الدينية. وبالنسبة لنسبة الخسائر قلت لك أنا أعتقد 100% وما بزوار من تجي أي واردات مادية إلى ما. ويزور ملايين الشيعة والكثير منهم من إيران المجاورة العتبات في كربلاء والنجف كل عام، خصوصا خلال مناسبة ذكرى 40. ولا توجد إصابات بالفيروس في كربلاء التي تقع في منتصف الطريق إلى بغداد، لكن المدينة لم تنجو من تأثيراته، وأسفر الذعر من الإصابة بالفيروس عن خلو شوارع النجف التي تبدو مهجورة وإغلاق المدارس.